السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم جوج انواع ديال الكعك. عندي هنا الكعك العادي كيجي فتي ومقرمش، وعندي هنا الكعك الخامر كيجي رطب وخفيف وفي المذاق ديالو كيجي مزيان بزاف، لا بالنسبه للكعك الخامر ولا بالنسبه للكعك العادي. تابعوا معايا الفيديو، كاين جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى غنقدم لكم فيه الكعك الخامر، والوصفه الثانيه غنقدم لكم فيه الكعك العادي. كنحتاج في المقادير، عندي هنا 250 غرام ديال السكر، ما يعادل كاس ونص، ساشية ديال الفاني، جوج حبات ديال البيض، عندي هنا كاس ديال الما كنرقد فيه، معلقة ديال حبة حلاوة، معلقة ديال النافع، 4 ديال المعالق ديال الجنجلان كيكون محمر، معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، ربع معلقة ديال الملحة، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت. بالنسبة لما كيبقى على حسب الخليط، كنحتاج عندي هنا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوه وكيلو ديال الطحين ديال الفرينه. كناخذ كاس ديال الحليب يكون دافي، كنضيف معلقه كبيره ديال الخميره، كنضيف شويه ديال السكر سنيده، كنخليهم واحد شويه حتى كيتفاعلوا، كناخذ الطحين، كنضيف الفاني، كنضيف السكر، الملحه، كنضيف الجنجلان، كنضيف الخميره، كنخلط هاد المكونات هادو، كنضيف البيض، الزيت، كنضيف هاد الكاس ديال الماء وزرايح حبة حلاوة والنافع، كنضيف الحليب مع الخميره. كنحط هاد المكونات هادو في العجانه، بالنسبه للماء ضفت هنا قياس ربع كاس، ماشي بزاف، وديما ردوا البال بالنسبه للماء كيبقى على حساب الطحين. بالنسبه للعجينه ما غاديش تعجن، انا كنجمعتها هنا في العجانه كتكون هكا رطبه، ما غاديش تدلك، صافي غير كتجمع كنطفي عليها، ها هي ما كتكونش كاع قاصحه بزاف وثاني ما كتكونش جاريه. غادي نغطيها، غادي نخليها حتى تخمر تقريبا واحد ربع ساعه، اللي غادي نخليها كتخمر غير واحد شويه وكتسيح العجينه وكنبدي كنشكلها. العجينه بعد ما خمرات خليتها ربع ساعه، ما كتخمرش بزاف، كتخمر غير واحد شويه، كتكون بحال هكا. صافي هنا الكعك بعد ما كملت من التشكيل ديالو باش ما يكونش الفيديو طويل، زربت واحد شويه، خليته بالنسبه للكعك خليته تقريبا خمر واحد ربع ساعه، ما كنخليش كيخمر بزاف،
لان غادي عادي يزيد يخمر بحيت كيسخن الفران. بالنسبه للفران كنشعلو كيكون سخون، وفاش كندخل الكعك كنقص العافيه. بالنسبه للدهن كتاخذوا بيضه كتضيفوا شويه ديال الفاني ولا شويه ديال الخل ولا نسكافي، ولا كديروا غير الصفار ديال البيض. هنا خديت غير بيضه ودرت شويه ديال نسكافي غير واحد شويه كندهن به صافي. غادي يوجد ان شاء الله نوريكم في الصحن ديال التقديم. هذه هي الصينية ديال الكعك بعد ما خرجتها من الفران. واحد الصينية رشيتها بجنجلان والاخرين ما رشيتهمش النتيجة ديالها. هذه هي الصينية الاخرى. هذه هي الصينية ديال الكعك ديالي بعد ما حيدتها من الفران. مازال على السخون ما كنحيدوش الصينية حتى كيبرد باش ما يتهرسليش. صافي هو راه واجد. كنحتاج هنا في المقادير عندي هنا جوج ديال البيضات. عندي بالنسبه للزيت 170 مليليتر، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده ما يعادل 180 غرام. عندي هنا 300 مليليتر ديال المشروب الغازي ديال المناضه. عندي 120 غرام ديال الجنجلان. بالنسبه للجنجلان عندي هنا جنجلان محمر. عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع. عندي هنا معلقه صغيره ديال الشنان. بالنسبه للشنان هنا كناخذوه من عند العطار. بالنسبه للشنان ما كنديرش كميه كبيره، كندير كميه غير صغيره لان فاش كنكثروا كيعطي المذاق ديال المروره. بالنسبه لهاد الكميه هذه كندير معلقه غير صغيره. كنحتاج 2 غرام ديال الملحه، 3 غرام ديال الخميره ديال الخبز. عندي هنا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي هنا صاشيه ديال الفاني، وعندي هنا كيلو ديال الطحين. غادي نعطيكم الكميه اللي غادي تدخل لي هنا في هاد العجينه هادي. عندي هنا بالنسبه للجنجلان الشمال وحبه حلاوه والنافع كنطحنهم كندوزهم في الروبو وكنغربلهم. البيض كنعزل الصفر من الدهن. هنا كناخذ غير الصفر ديال البيض، كندير السكر، كنضيف المناضة، كنضيف الزيت، كنضيف فتيتة ديال الملحة تقريبا 2 غرام ولا 3 غرام، كنضيف صاشية ديال الفاني، كنضيف الخميرة ديال الخبز. هنا غير كمية صغيرة ماشي كبيرة، راه هاهي 3 غرام. عندي هنا الجنجلان حبة حلاوة والنافع والشنان، كنطحنهم مزيان وكنغربلهم في الغربال هذا، الغربال اللي كيكون شويه غليظ. كنضيف عليهم 2 صاشيات ديال الخميره ديال الحلوه، كل وحده فيها 8 غرام، في المجموع 16 غرام. كنضيف واحد الكاس ديال الطحين. بالنسبه للطحين كناخذ الطحين تكون نوعيه مزيانه. كنضيف هاد المكونات هادو، كنبقى نضيف الطحين غير بشويه وكنجمع. صافي العجينه ديالي جمعتها، نردو البال ما نديروهاش قاصحه بزاف.
بالنسبه لكيلو ديال الطحين شطلي منه هذه الكميه، هذه شطلي منه كاس. ديما نردو البال على حساب الطحين كيختلف. الجهه كنخرجها في هذه الماكينه، هذه كندير في نفس العبار. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الماكينه غير كيحربلو، ماشي مشكل، كيحربلو غير باليد ديالهم. بالنسبه لهذا الكاك هذا انا ما كنديروش غلاط لان كيتنفخ وكل واحد كيدير القياس اللي بغى. بالنسبه للرشمه كنديرها بالموس. كناخذ البيض ديال البيض كنضربو مزيان وكندهن به. بالنسبه للفران كنسخنو مزيان، وفاش كندخل هاد الكيك هذا كنقص شويه في العافيه. بعد ما كنصب بالبيض كندير الزنجبيل من الفوق. هذه هي الصينية ديال الكعك ديالي بعد ما حيدتها من الفران، مازال على السخون ما كنحيدوش من الصينية حتى كيبرد باش ما يتهرسليش. صافي هو راه واجد. الكعك خليته تقريبا واحد 10 ديال الدقايق كيبرد وكنجمعو. واحد الكمية ديال الكعك ما كندير لها الزنجلان كنخليها غير هكا. هذه هي النتيجة ديال الكيك، كيجي هشيش. هذا هو الكعك ديالي بعد ما وجد، يتقدم بالصحة والراحة. كنتمنى ان شاء الله هاد جوج ديال الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم، وهكا كنجي نهاية الفيديو. كنقول لكم بسلامة ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.